ويا صباح الأمال وصباح الطموحات وصباح الأشياء المحققة بإذن الله تعالى في القريب العاجل. في هذه المحطة مستمعينا يسعدنا كذا نتجول وياكم مع قصة جميلة، قصة هاتفة عمانية روحة مباشرة ويا الباحثة العمانية آمنة آل عبد السلام اللي حصلت على شهادة الدكتوراه من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهذه المقابلة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. رحب فيك عبر أثير الشبيب أستاذة آمنة. اهلا وسهلا ومرحبا فيكم وصباحكم نور وعمان وسلطان الرائع بأتم نعمه وعافيه ان شاء الله باذن الله تعالى. وصباحك اجمل. بدايه مع اليوم العالمي لمحو الاميه، خبرينا كذا وشاركينا قصه الدكتوره آمنة من البدايه. جزاكم الله خير على هذه الاستضافه وبارك الله فيكم، وهذا يوم عالمي رائع ومخصص لفئة من الفئات التي حرمت من التعليم، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني الفكر كان متسع لإعطائها الفرصة وإتاحة الفرصة للجميع لتلقي التعليم. بداية بدأت الالتحاق بمركز محو الأمية وتعليم الكبار في الصف السابع، ووصلت طبعا عن طريق الدراسات الحرة وصلت تعليمي حتى أنهيت الثالث الإعدادي أو بمعنى التاسع الآن، وتوقفت عن الدراسة فترة قصيرة وبدأت ثانية التحقت بمركز محو الأمية وتعليم الكبار حتى أنهيت الثاني عشر وتوقفت قليلا بسبب ظروف ابني، لأنه ابني الحمد لله من بعد الله سبحانه وتعالى الوحيد وكرست جهدي حتى ينتهي من الثاني عشر يعني بمعدل يؤهله للالتحاق في إحدى الكليات أو الجامعات، والحمد لله هذا ما أتمناه قلبي والله سبحانه وتعالى حقق الأمنيات. فيما بعد التحق ابني بأكاديمية الشرطة بمصر، قرر هو وقررت أنا الالتحاق بعد وفاة والدي الله يرحمهم جميعا، الالتحاق بالجامعة كلية الحقوق بالتحديد، والحمد لله هو كان في السنة الأولى وأنا في السنة، هو في السنة الثانية وأنا في السنة الأولى، والحمد لله رب العالمين بدأ في بعض المواد يعني يستذكر بعض المواد لي، والحمد لله كان لي عون من بعد الله سبحانه وتعالى، وأنهى هو المرحلة الأكاديمية لأربع سنوات، وبعدها بسنة أنهيت أنا المرحلة الجامعية بأربع سنوات، والحمد لله رب العالمين. وبدأ التشجيع من تلك المرحلة بعد التحاقه بجهاز شرطة عمان السلطانية، فأصر على أن أنا أكمل مشواري التعليمي. نعم، ولكن لبعض الصعوبات، ولا تخلو الطموحات لا تخلو من الصعوبات، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت صعوبات مذللة سواء من ناحيته أو من ناحيتي، والحمد لله التحقت وأصر هو لإكمال الماجستير، وبعض المسؤولين أصروا لإكمال الماجستير فأكملت. نعم، فسهلوا لي الطريق الجميع بالتكاتف، والحمد لله التحقت بالماجستير في لبنان بداية، ولكن صارت عرقلة وتم تحويلنا من لبنان إلى مصر. وطبعا هي في كل المراحل سواء في مصر أو في لبنان، فهي كلها لما نأتي نسترجع تلك الأيام فنعتبرها أيام يعني جميلة ومذهلة لأنها كانت في مرحلة اجتهاد. نعم نعم. طيب دكتورة آمنة كذا يعني من خلال هذه التفاصيل كاملة، يعني انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى من بدء الدراسة اللي كانت يعني من الصف السابع وبعدها التاسع إلى ما وصلتي إلى الدكتورة، نتكلم نعم. بداية عن قبل هذه المراحل كاملة، يعني قبل بدء الدراسة بنفسها كيف جاءت الفكرة؟ والله كان يعني كان عندي شغف كبير بالتعليم، فأنا في السن مبكر يعني انحرمت من التعليم بسبب الظروف الأسرية، ولكن كان الطموح موجود والشغف موجود، وأنا أصريت أن أنا أكمل، والحمد لله رب العالمين يعني دام النية موجودة من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يهيئ
فعلا. الطريق وفي حتى ولو كان شاق. نعم. والحمد لله بقت يعني بقى الطموح موجود وبقى الإصرار موجود والأمنية موجودة وعززت من الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ألف الحمد لله. ويعني نموذج ناجح اليوم دكتورة آمنة، يعني تخطيتي كامل الصعاب، ويعني الجميل في الموضوع إنش ما وقفتي، ما قلتي خلاص تعلمت القراءة وتعلمت الكتاب وخلاص يكفيني، يعني لا، واصلتي مرحلة أو مراحل التدريس، مراحل التعليمية لين ما وصلتي إلى الدكتورة، وما كان يعني مثلا نقول داخل السلطنة، لا وصلتي حتى إلى خارج السلطنة من خلال حديثك. الحمد لله الحمد لله. وكان آخر محطة هي الدكتورة. وفعلا الحمد لله رب العالمين، كانت مرحلة الدكتورة مرحلة يعني أنا ما أعتبرها مرحلة طويلة، ولكن هي مرحلة قصيرة، رغم كان في ذاك الوقت يعني كان ظروفي الصحية، كنت مريت بظروف صحية قبل الالتحاق أو التقديم للدكتورة، ولكن الحمد لله رب العالمين بتضافر الجامعة والطاقم الأكاديمي في الجامعة ما قصروا معي، وكذلك ابني وأهلي وأخواني وأخواتي كلهم يعني كانوا يعني صف واحد معي يشجعوني، وأيضا المسؤولين أنا ما أنسى يعني وقفة المسؤولين معي وتشجيعهم. والحمد لله كللت يعني الفترة القصيرة، ما أعتبرها فترة طويلة في الدكتوراة، بالحصول على درجة الامتياز في الدكتوراة. نعم. ولا زال هناك طموح، ولكن توقفنا الآن قليلا يعني. نعم. طيب إذا جيت وطرحت عليه السؤال يمكن شوي يحتاج لتركيز، فإذينا نحسب عدد السنوات التعليمية اللي قضيتيها كم تقريبا؟ والله في هي من المدرسة ولا في الجامعات؟ المدرسة طبعا من البداية. من المدرسة قضيت تقريبا في خمس سنوات في المدرسة من بعد الصف السابع، وأربع سنوات في البكالوريوس، وسنتين في الماجستير، وسنتين ونص في الدكتوراة. يعني تقريبا نقدر نقول أربعة والخمسة التسعة. أيوة. يعني تقريبا نقدر نقول ما 14 سنة أو 15 سنة، حوالي 15 سنة ونص أو 16 تقريبا يعني، لكن الحمد لله كل هذه المدد ما فيها تأخير أبدا يعني. صح صح صح. الحمد لله الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا يعني. ألف الحمد لله. ويعني للأمانة فخورين فيش كثير اليوم دكتورة آمنة، للأمانة ما أكذب عليك، يعني من خلال الحديث اللي قلتينا، من خلال أيضا القصة اللي ذكرتيها قبل شوية، إن واصلتي مثلا مرحلة التعليم لكن وقفتي شوية عشان والدش يكمل الدراسة ويوصل الجامعة، وفعلا هو وصل يعني، وهناك ارتحتي نفسيا قلتي لا لازم اني اروح واكمل، وكملتي يعني ما قلتي خلاص بوقف لا، ومريتي يعني ازمة صحية وقفتي شوية لكن بعدها كملتي، فالطموح موجود الحمد لله. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تشجيع الناس المخلصين من امثالكم، والحمد لله نحن في بلد مهيئة وفاتح الأبواب للتعليم، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظ جلالة السلطان هيثم، والله يرحم جلالة السلطان قابوس ويغمد روح الجنة، وكذلك الله يحفظ السيدة الجليلة جزاها الله خير، هي من هيئت للمرأة يعني جميع سبل الراحة، فجزاهم الله خير، والله يحفظهم لهذا البلد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، والله يحفظكم. وحقيقة أنا أهني كل من شق طريقة من محو الأمية وإلى أن وصل إلى أعلى المراتب العلمية، أهنيه تهنئة من قلبي، لأن فعلا يسلق الصدر يعني. نعم. وجزاكم الله خير على اهتمامكم. طيب يعني قبل لا نروح يعني خبرينا كذا إيش الخطة اللي حاطينا في بالك المرحلة القادمة؟ هذه مفاجأة. ها ها، ما في يعني، وبتخبرينا. والله إن شاء الله يمكن لقاءنا يكون فيما بعد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى. الظاهر قاعد تطبخي حاجة يعني. كل التوفيق لك. نعم. إن شاء الله دعواتكم لله سبحانه وتعالى بتخليني إن أنا هذه المفاجأة تكون حقيقة يعني، أنا أمنية في داخلي أتمناها من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تشق طريقها بإذن الله قريب يعني. بإذن الله تعالى الله يحقق أمنياتك. شكرا لك. هي في مجال المحاماة يعني، في مجال المحاماة أنا عندي أمنية، وإن شاء الله لأني التحقت حقيقة
يعني بسلك المحاماة في عند الأستاذ علي الفقيه جزاه الله خير، هو من هيئ الطريق أمامي وبارك الله فيه وفي يعني مكتبه. وعندي أمنية يعني عندي أمنية في الدراسة وعندي أمنية بمجال المحاماة. نعم. فإن شاء الله الله يسهل الأمور إن شاء الله بكل خير يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عشان ما خليكي محتارة. على فكرة لو ما قلتي لي بتصل عليش بعد الهواء ما أقولش لا ويش. بعدني بكلمك بعد الهواء بكلمك إن شاء الله. بإذن الله. عشان أشرح لك لا عشان ما تكون مفاجأة بالنسبة لك. لكن الحمد بالنسبة, لله الحمد بالنسبة للجمهور تكون مفاجأة طبعا. آها أوكي يعني الإسرار حقي ترى ها خبركم يعني. حصري بس. يعطيش الصحة والعافية يا رب دكتورة آمنة. وكلمة أخيرة كذا توجهينها بمناسبة هذا اليوم. والله مناسبة هذا اليوم أنا أقول من كل قلبي إن التعليم مستمر لا يقف عند سن معين ولا يقف عند حد معين. فأتمنى من الجميع أن ينتهز الفرصة ويشق طريق التعليم ممن توقف عن التعليم يشق طريقه بكل أريحية وسينال من الله سبحانه وتعالى كل الخير. وأبواب بلدنا مفتوحة وسلطاننا المفدى جزاه الله خير وحفظه فاتح أبواب التعليم بكل مراحلها ومهيئة. فإذا كان سلطاننا الكريم المفدى فاتح أبوابه لكل مواطن ولكل وافد إذن يعني ما المانع أن نشق هذا الطريق؟ لما نتوقف عند يعني أنا خلصت ثاني عشر خلاص أنا سني كذا خلاص. هو التعليم ما يتوقف عند سن معين ومثل ما قال ديننا الحنيف أن التعليم من المهدي إلى اللحد. إذن ما حدد سن معين. أتمنى من الجميع أن يشق هذا الطريق حتى يعني يكون لكل طالب علم مرحلة يعني مقنعة له وللآخرين. نعم. وحافز له وللآخرين. نعم بإذن الله تعالى. شكرا لك الدكتورة آمنة آل عبد السلام وإن شاء الله نتمنى أمنياتك تتحقق في القريب العاجل. إن شاء الله وبكلمك بعد البث. ولا يهمش إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله. جزاك الله خير وفقكم الله سبحانه وتعالى وحفظكم من كل مكروه وحفظ بلدنا يا رب العالمين. يعني يا رب. شكرا لك. وسلطاننا الكريم. بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتورة. شكرا جزاكم الله خير. مع السلامة.